اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره ثانيه، وهيك بنكون وصلنا لفقرتنا اليوميه الرياضيه. واليوم فقرتنا الرياضيه راح تكون مع الكوتش ساره العابد، راح تحكي لنا اكثر عن الايروبيك والتمرينات الهوائيه والكارديو. مرحبا، انا ساره العابد من بيلا جيم. اليوم بدنا نحكي لكم شوي عن الماشينز الموجودة عندنا للناس المبتدئين اللي ممكن يجوا وشو ممكن يعملوا. ف we're gonna start. هلا نحن لما نبلش عادة في ناس المبتدئين، اوكي، لما يجوا عندنا أول إشي الإشي البيسك بالنسبة لهم التريدميل. ليه؟ لأنه التريدميل بالنسبة لهم هو أصلاً السبيل الوحيد إنهم هم يحموا جسمهم كامل، يحموا كل جسمهم، اوكي، تستعد عضلات جسمهم للحركات اللي بتيجي بعد، ان كانت ايربكس او حديد او اي شيء ثاني. اذا ما زنطوا عن التريدميل رح يصير في عندهم اصابه بالعضلات، which is something we don't want to happen. فاول شيء بنبلش بالكروس. للمبتدئين عاده بنبلش الكروس نص ساعه، اوكي. بحاول للناس اللي مبتدئين، اوكي، يبلشوا نص ساعه على التريدميل، واذا بيقدروا شويه ركض عشان يقدروا يحموا جسمهم تو بي ريدي عشان نبلش بالاشياء اللي بعديها. هلا التريدميل شيء اساسي بحت، يعني اي حدا مبتدئ اجى عنده ديجري اوبستي عاليه او واطيه التريدميل بالنسبه له شيء اساسي، اوكي. ذن عندنا الكروس. الكروس بالنسبه لنا هلا هو كان مستوى اعلى شوي من التريدميل، بس شيء اساسي. ليه؟ لانه الناس اللي عندهم ديجري اوف اوبيسيتي الكروس يعتبر من اكثر الاجهزه اللي بحرق كالوريز بالجسم، ف وي نيد ات ان ذا بروجرام دائما موجوده، بس ايش باوقات معينه. يعني الناس اللي عندهم ديجري اوف اوبيسيتي كثير عاليه بيكون الافورت عندهم اوطى، وبيكون التايم تبعهم اللي بيشتغلوه اقل من الناس اللي عندهم ديجري اوف اوبيسيتي اقل. هلا هو يعتبر جهاز بشد عضلات الرجل من ورا، اوكي، بشد الهيبس، اوكي، وبفصل الرجلين، فهو شيء اساسي بالبروجرام بغض النظر عن باقي الاجهزه اللي بده يشتغلها. وفي عندنا اخر شيء من هون الكارديو، من الماشينز تاعون الكارديو، الستبس. الستبس عباره عن ماشين برضه شوي اعلى، يعني بمستوى الكروس، اوكي، بس هو يعتبر ماشين بحرق كثير بالجسم للناس اللي ما عندهم ديجري اوف اوبيسيتي كثير عاليه، اوكي، بيقدروا انهم يستخدموا الستبس. بس هو برضه يعتبر من اكثر الاجهزه اللي بتنشف الجسم من الدهون، يعني باخر مراحل التنشيف يستخدم هذا الستبس. بس الناس برضه اللي عندهم ديجري اوف اوبيسيتي كان يوزت، بس بطريقه مختلفه تماما عن الناس اللي بيكون عندهم ديجري اوف اوبيسيتي اقل. بعد ما اعطي بروجرام على الهون، اوكي، في حركات على الايروبكس ممكن تنعطى، يعني هاي بارت اوف ذا بروجرام. مستحيل يكون البروجرام عباره عن كارديو لحاله، لانه الكارديو لحاله ما بكفي للجسم. الكارديو لحاله عباره عن تحماي للجسم وتنحيف. لما انت بدك تيجي او انت بدك تيجي تعمل جسمك، لازم تلاقي طرق انك انت تشد جسمك وتفصل جسمك، والايروبكس عباره عن اشياء بتكمل هذا الشيء. فبنبلش بالكارديو بعدين بنكمل بالايروبكس، او ممكن انه نبلش كارديو تريدميل، اللي هو تريدميل مده نص ساعه للناس المبتدئين، شويه حركات ايروبكس، بعدين بيكملوا على الكروس. هيك بيكون برنامج متكامل لاي واحد او اي وحده بده يفصل جسمه او بده ينحف جسمه. طبعا التايمينج والافورت المحطوط فيه حسب الديجري اوف اوبيسيتي عند الشخص نفسه. هلا رح افرجيكم كيف طريقه استخدام كل جهاز صح. هلا هون عندنا مثلا جهازين ستابس وجهازين كروس. هلا الستابس حكينا هو يعتبر جهاز يستخدم للمبتدئين، بس مينلي للناس اللي بدهم ينشفوا جسمهم. هاي الطريقه الصحيحه. هلا في هون عندنا نحن تو هاندز للستابس، وهون الاشياء الفيكس اللي ما بتتحرك. هلا ليه؟ لانه انت بتقدر انك تستخدم الستاب بطريقه انك انت تحرك يور ويست كامل، اوكي، والكروس برضه، وفي طريقه انك بس انت تحرك رجليك. هلا الستبس هي، اوكي، هاي هني، اوكي، هاي ستبس، اوكي. واف يو وانت تو يوز ذوز هاندز بتقدر تحرك كل جسمك هي مع رجليك، بصير زي مبدا الكروس، اوكي. هذا وهذا نفس الشيء. هون عندنا الكروس. الكروس يستخدم عشان انت تنحيف رجلين وشد رجلين، اوكي، والمبدا منه انك انت تحرك ايديك وخصرك ورجليك مع بعض عشان ينحف كل هاي المنطقه. ف وي ستارت عباره عن جهاز لتحريك كل الجسم، وزي ما حكينا هون في الليفل اوف افورت. هون هذا حسب الشخص اللي مبلش، يعني شخص مبتدئ ما بقدر اعلي له الافورت ليفل كثير عالي، ما بقدر يحرك. شخص مبتدئ انه بنعلي له اياه، فهذا حسب الشخص. وهدول، اوكي، للناس اللي بدهم بس يقووا رجليهم، اوكي، الهاندز فيكست بدون ما يحركوا ذير ويست، ذير جاست موفينج ذير ليجز، تمام؟
نحن هلا وصلنا عند محل الايربكس، هون بنعمل التمارين اللي قلت لكم عنها اللي بتكمل الكارديو اللي هو التريدميل والكروس والستبس، لانه they're not enough. هلا في عنا شيء اسمه groups of moves، هاي مجموعه الحركات هي اللي بتعمل حرق بالجسم، ان كان لبنت او لشاب للكل. هاي الحركات هي اللي بتنحف الجسم وبتعمله shaping، لانه الكارديو isn't enough. فهون في عنا شيء اساسي، الستبس عباره عن شيء اساسي وشرحنا عنه قبل، شيء بنحف الرجلين وبشدهم، بيعمل شيبينج لكل عضلات الرجلين. فالجروب اوف موفز عباره عن انه انت بتساوي اكثر من حركه مع بعض، اوكي، وبتكرارات معينه. زي مثلا انا بعمل زي هيك على الستبس، اي جامب، بعمل زي هيك، اوكي، بخلص بنط 20 حبله، اوكي، وبعدين بعمل مثلا 10 معده او بلانك. هلا انت هدول عملت 3 تكرارات ب 1 جروب، بتعملهم وبتعمل اكثر من تكرار وبتضلك تعيد. هذا الاشي بيعمل حرق بالجسم اعلى من انك انت تكون عم تعمل حركه اوكي ولحالها، مع انه الحركه ممكن انت تعملها بتكنيك احسن، بس انت حركتك move where move بتعمل لك حركات احسن. وممكن انك تعمل سكواتس مع جامبينج، ممكن زي هيك سكواتس with a jump. Okay, you can do that also at home. في السكواتس العاديين، okay, سكواتس عاديين، سكواتس with jumping. هاي تمارين بتقدر انك تعملها بالبيت. السكواتس with jumping اللي بيفرق عن السكوات العادية، انه في عنا تمارين حرق وتمارين شد. السكوات العادية عبارة عن تمرين شد للرجلين، okay. السكوات with jump عبارة عن تمرين شد وحرق مع بعض. فانت while doing it رح يكون بالنسبة لك اصعب من السكوات العادية، لانك انت مبدئيا عم تحرق، او انت عم تحرقي وعم بتشدي جسمك at the same time. فاذا كان التكرار تبع السكوات with jump اقل من التكرار تبع السكوات العادية it's fine. بس المهم انه تعمل التكرارات، مثلا 20 step، تعمل 10 squats with jumps، بعدين ان تعمل push ups مع 10 plank، بعدين ترجع تعيدهم. هاي انت عملت 4 تمارين بمجموعة واحدة وضلك تعيد فيهم، لو عدتهم 3 أو 4 times هذا الاشي هو اللي بنحف الجسم، وهذا يكون بنص الكارديو. يعني انت بتشتغل تريدميل او بتشتغلي تريدميل، بتيجي بتعملي هاي الاشياء، بعدين بتكملي كروس، عشان انت تعطي جسمك كل اشي بحاجته عشان ما تزهقي، لانه الكارديو عبارة عن سبورت without move. يعني انت ما بتقدر تتحرك او ما بتقدر تتحركي، فبدك اشي يخليكي تقدري تتحركي. زي مثلا ممكن انت بس تخلصي ستيبس مع سكوات، تعملي تمارين للمعدة، تنزلي تمارين للمعدة، اوكي، بتمرني معدتك، اوكي. في اكثر من تمرين للمعدة حسب قد ايه انت معدتك ادفانسد. في تمارين اصعب بتكون، ممكن انك انت مثلا، اوكي، حسب، لانه هو عضلة عم بتدرب، اوكي، مثلا تعمل 10 من هذا الاشي، بعدين تنزل بلانك كاونت تو 10، you count to 10 plank، بعدين تعمل مثلا push ups، اوكي. هلا انت عملت عباره عن عملت 6 حركات، 6 تدريبات بمجموعه واحده، هاي المجموعه بتعيدها اكثر من مره عشان انت يزيد حرق جسمك. بعدين اخر شيء ممكن تعمله انك انت او انت خلصت تريدميل، تيجي ايروبكس، بعدين تكمل مثلا بدك كروس، بدك ستبس، بدك شو ما بدك تعملي، اتس فاين. هيك بيكون انت اعطيتي لجسمك everything it needs، يعني انت ما في اشي ضل جسمك مو بحاجته، وخصوصا انه الايربكس ممكن تاخذي كل اشي جسمك بحاجته بربع ساعة او ثلث ساعة، يعني مو بحاجة وقت كثير. و you can do it at home, you can do it at the gym، اي مكان تقدري تعملي فيه، اوكي؟ شكرا. تمارين رائعة، ويسلموا لك يا كوتش سارة على التنويع في التمارين. وأنا كثير عجبني موضوع أنه تكوني تعملي كارديو، تروح تعملي تمارين شاملة للجسم، بعدين ترجعي تعملي كارديو. هذا إشي كثير مفيد للجسم، خصوصا أنه الناس بتمل من الرياضة زي ما حكيتي. زائد كمان أنه في ناس بتستصعب بعض التمارين ما تعملها، مثلا أنت اللي بتقدر تعمله اعمله. في شغلات مثلا صعبة عليك أو جديدة عليك، حاول تستشير فيها مدرب او حدا يكون واقف معك على اساس يعرف الطريقه او التكنيك الصح لاداء التمرين، عشان نتجنب اولا واخيرا الاصابات، لانه احنا بنلعب رياضه عشان صحتنا مش عشان نصير عندنا اصابات. فديروا بالكم. وبضل اذكر كمان بموضوع الاكل، كثير مهم انه انت قبل تمرينك لازم تكون خلال ساعتين او ساعه ونص حسب الوجبه انك تكون ماكل، يعني ما تروح تاكل وتروح تلعب رياضه، لانه الدم بيكون كله رايح على موضوع الهضم.
فكثير خطر انك تكون ماكل وتلعب مباشره رياضه، لانه ممكن يصير في عندك حالات اغماء، ممكن الواحد حالات استفراغ، لانه الجسم يعني ببدي عمليه الهضم على عمليه التمرين الرياضيه. فلازم تكون انت ماكل وجبتك قبل بساعتين، بتمارس رياضتك بعدين على معده، خلينا نحكي مش فاضيه، اكيد طبعا لازم تكون ماخذ انت وجبه على اساس تعطي جسمك الطاقه عشان ما تصير في عندك كمان العمليه العكسيه، يعني ما تكون ماكل وتلعب وما تكون تلعب بدون اكل. فبدك شويه تنظم وضعك، خاصة الناس اللي بتمارس تمرينها الصبح على الريق، هاي كمان بده يدير باله، لأنه ما يضغط حاله كثير بالتمرين. ممكن المشي السريع، ممكن الهرولة البسيطة، هاي تكون مفيدة لكم. وإن شاء الله هاي الفقرة راح تستمر معنا بشكل يومي، وراح نكون فيها نصائح أكثر ومتقدمة للناس اللي حابين يتخصصوا بمجالات معينة راح نشرحها. وبنكمل فقراتنا مشاهدينا بعد الفاصل.